السلام عليكم. اولا المساهمه ديالي في هذا حفل افتتاح ديال هذا الملتقى هذا ديال هذا المقهى الان اف تي هو تاتي يعني في اطار مواكبه القنصليه العامه للمملكه المغربيه للشباب المغربي والمشاريع ديالو في اي مجال. الاهميه ديال هذا المشروع هذا بالضبط لانه على ما سمعت من صاحب المشروع سي قاسم يعرس انه مشروع يعني رائد ليس فقط على مستوى تركيا ولا على مستوى المغرب ولكن رائد على مستوى العالمي. نتمنى له التوفيق والنجاح. الشباب يعني مره اخرى ويعني سي القاسمي الشباب المغربي تبين على العلو الكعب ديالو في جميع المجالات ما شاء الله. هذه رسالة لجميع الشباب هنا في اسطنبول أنهم يجيوا لهذا المقهى هذا ويستفدوا من الخدمات على اللي شرح لي السيد القاسمي يستفدوا من الخدمات ديالو لا في إطار التكوين لا في إطار يعني هذه التكنولوجيات الحديثة. حاجة أخرى يأتي يعني المشاركة ديال القنصلية العامة في هذا الحفل هذا في إطار التواصل ديالها الدائم مع أفراد الجالية يعني على مختلف المستويات. هذه شريحة جديدة من الشباب المغربي اللي ناجح واللي يشق طريقه في إسطنبول رغم يعني العوائق ديال اللغة ديال الاندماج ولكن الحمد لله الشباب المغربي في الممشى تيخلي البصمة ديالو. يعني الاتجاه العام حاليا لا في المغرب ولا في العالم كله على أساس أنه يعني دعم وتشجيع المبادرات الفردية يعني تشجيع المبادرات الفردية الشباب. أما في المغرب حنا تنعرفوا يعني المجهود المبذول حاليا لمساعدة الشباب ولا لمواكبة الشباب ولمواكبة المقاولات الناشئة في جميع المجالات وفي المجال الرقمي بالضبط. ما عرفش أنا واش تعرفوا عملكم سمعتوا بالصندوق المغربي الرقمي يعني مؤسسة تابعة للدولة اللي تساهم في مواكبة مثل هذه المشاريع ومؤخرا يمتد النشاط ديالها حتى الشباب يعني المقاول المغربي الذاتي في مغاربة العالم. يعني كاينه في المغرب ولا في المغرب ولا لا هي صندوق مغربي موجود في المغرب يدعم المبادرات في المجال الرقمي للمغاربة المقيمين في المغرب ويمتد نشاطها حتى المغاربة العالم. يعني لازم عنه شويه ديال العمل والبذل. يعني المغرب غادي فتشوجوا ديال مساندة الشباب في هذا المغرب مواكب للتطورات اللي كاينه في العالم. يعني لسنا في بقعه منعزلين وانما احنا يعني نواكب العالم وما وصلت اليه التكنولوجيا. هذا هو لا ابدا مرحبا وشكرا للانفاس لا هذا واجب وحنا منفتحين على كل الشباب وكل المبادرات وكل المبادرات الخلاقه. لا بالعكس لانه هذا مشروع اللي يعني من ضمن 50 في العالم اظن انا من ضمن 50 في العالم ما لا يسعنا الا ان في المجال ديالو لا يسعنا الا نتمنوا له التوفيق لصاحبه النجاح.